السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين الكرام، مباشرة من المنزل دوزنا ضحية المجرم نصفا لهولة كبير. اليوم معنا العم ديالها اللي غيحكي لنا بعض التفاصيل لا تكون حصرية وصادمة. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي الله. الله يبارك فيك. بهذه المناسبة كنحيي جميع الناس المغاربة وداخل الوطن أو خارج الوطن، وكنهنيهم بهذه التهنئة ديالي من صميم القلب ديالي. واخا مشوي واخا مقروح العيد، ما شاء الله جاني شي بحال الحلم. يعني شنقول لك، كتكون في الطابله مجموعين، مول في العائله كيتجمعوا، كيكون ناقص واحد. خصوصا انك كنت كتربطك بالمرحوم علاقه صراحه كانت مهلي ليا حتى في الوليدات ديالي صراحه. زعما ماشي يعني عندها واحد الحلاوه فيها، زعما طيبوبه فيها. يعني ماشي يقول الانسان راه هي خارجه الطريق ولا مديره معقده ولا اش غنقول لك. لا اله الا الله محمد رسول الله. انسانه طيبه طيبه بزاف، ماشي كيستيون انا عمها نشكرها، ولكن كتشوف الافعال ديالها زعما الله يرحمها والله يوسع عليها الرحمه. تجاوب على العائله ديال بين قوسين القاتل بصفه لبنى، لان حكى بعض التفاصيل اللي انتم ما بغيتش تردوا عليها. انا هذاك السيد ما عمري ما شفتو حتى في الصوره ديالو. هذاك كان مراقب لي مزيان، كان مخطط الهدف ديالو فين وصل، كيفاش ما عرفت انا ما فهمتش. ودابا انا اللي ما بغاش تدخل لي العقليه، قضيه السياره انتقلت من البلاصه والجريمه ارتقلت بالليل. بالليل هذيك منطقه خطيره، منطقه خطيره، غير الخلاوات وداك الشيء ديال الحرث وداك الشيء ديال ما بين ديك البلاصه وما بين فين وقعت الجريمه والبلاصه فين كيسكن. يعني راه كاينه واحد المشاركه اللي هي كتقول لهم ان كاين ما كاينش هو بوحدو، كاين شريك معاه. كاين شريك معاه اكيد، لحقاش كيفاش هو قال لك عنده طوموبيلته؟ يعني هو غايجي يحط هذيك الطوموبيله، راه دار الجريمه وغادي يجي يحط الطوموبيله ديالو، وفاش غيرجع؟ يعني هذيك غير بحال ما عندك الكلاب الضاله في ديال الخلا، هذوك الكلاب واحد الرعب، ما كاينش الضو، كاين الظلام، الظلام قاطع، يعني واخا يمشي على الريما غاديش يعرف فين فين الاتجاه ديالو فين هو، اللي ما كانش عنده الجي بي اس ولا هادشي اللي بغيت نوضح. بغيت تقول ان كاين شريك في ديك الجريمه، كاين شريك في ديك الجريمه. والكلام اللي تيقول ان 100 درهم 200 درهم ويلي لا، يعني 100 درهم 200 درهم على ذكرى، واخا شويه فيا شويه الرعب ديال الغضب. تفاجات او واحد المستوى ما لا شيء لا شيء لا شيء، ما تدخلش انا العقل. هي راه عندها الفلوس سبعان الحمد لله، هي ديما كتهلا لي في البلاد، ديما بعض الخطرات كتقول واش عندك المازور، كنقول لها عندي يا بنتي ماشي مشكل. اي حاجه ما كتنساش، غير الانسان الا طلبها شي واحد يقول لك دور معاه. سمعنا انا شرات شي حويجات كان مجداهم العيد وما لبسها. انا سمعت مشات لي مورو كومود مجدا العيد، هي مسكينه عزيز عليها اللابس، عزيز عليها كتهلا في راسها. يعني اي بنت شابه ماشي زعما كاين يعني محتاجه شي حاجه ولا عندها فلوس عبد ولا عندها كونت في لابونك عندها ماشي. كيفاش احكي لنا كيفاش كانت كدوز معاكم يعني مناسبه العيد قبل؟ يعني كيفاش المناسبه ديال العيد؟ باقي نعقل على واحد العيد تبارك الله، جابوا واحد التفصيل ديال الحلوى اللي جات لعندنا ملي كنت عند الدار والديا، ومسكينه اش غنقول لك، لا اله الا الله. راه دابا كنتفكر القلب ديالي كيتراجع. ما معيش مع الدار خارج، ما قدرتيش تعيش. ما اش غنشوف اش غنشوف، يلا وصلت اش غنشوف اش غنشوف. هذه كانت صدمه بالنسبه لكم؟ ماشي صدمه، راه شتي انا نقول لك واحد القضيه وسمحوا لي فيها واحد الكلمه. شي واخا خويا قال الله يسامح وهادي، ولكن طيب وبدي سعيد الناس كاع الداخل ديالو قسما بالله بعد خطرات مسكين كيكون بارك كنحس بعيني كيغرقرو وما كينعس، ولا الليلة باش غادي نمشي وكنقلبو كنقلبو كنقلبو ديك الليلة. الأم ديالها الأم ديالها كنقلبو عليها، قالت لي لو كان كلب لقاتو في الزنقة تقول لي فينا يا لبنى سولو. لهاد الدرجة أن مسكينة بغات توصل ليها بأي طريقة؟ ما يمكنش، هادشي اللي جات تأثر فيا بزاف.
واش غنقول لا اله الا الله. يعني اول عيد بلا لبنه يعني ماشي ساهل. كيفاش واحد الحلاوه ديالها ما كايناش واحد الحلاوه ديالها. الاحساس كيفاش داير؟ والو واش غنقول لك كتكون 10 ناقص واحد ما كنقول لك مشيتي لامور ما خديتيش تشوف الجثه ديالك. لا ملي مشيت لامور اخويا لا اله الا ما نقدرش نوصف الناس اللي غادي يسمعوا. انا شفتها داك الشيء في الباياس شفتها في الباياس ولكن انا ما قدرتش نشوف داك المنظر ونكمل يلاه بحال شي حاجه اللي جيت مع الصفا المغاربه غادي يجي تاثر ثاني بزاف ما قدرتش نقول هذاك الشيء ديال الحرمه ما قدرتش نقولو نوصفو يعني لبنى مشات شاف رسالتك لهذاك المجرم اذا كان كيسمع رساله هذيك العائله ديالو بعيت الله ياخذ فيه الحق وهذوك الناس الا كانوا معاونين معاه راه ما نسمحش لهم واكيد راه كاينه في هذيك القضيه مشاركه أكيد. اليوم خبر كتقول ان كاينه مشاركه لان الطريقه باش تم التصفيه ديالها مشاركه كاينه مشاركه الحمد لله كاينه الشرطه العلميه التقنيه قائمة بالواجب ديالها وديال الامن المرشد والحمد لله غادي تبان النتائج غتبان ان شاء الله نتائج كون اكيد ما قدرنا الا نقول لك عزاؤكم وعزاؤنا الله يبارك فيك الله يطول لنا مبروك العيد لانه واخا ما كاينش الاجواء ديال العيد الى مباشر اخر كنشكروك الحمد لله وكنشكر جميع الصحافه اللي هما زعما قاموا تاهما بواحد المجهود جبار زعما اللي كنشكرهم بزاف جميع الصحافه كنشكرهم هذا الدور ديالنا باش نوصلوا الرساله ديالكم الله يحفظك الله يبارك فيك كنشكروك والى مباشر اخر الله يبارك شكرا جزيلا للاخ الكريم على التوضيحات هذه عيدكم اليوم ما كانش يعني واحد العيد اللي هو يعني بشحال جميع الاعياد كان عندكم واحد العيد اللي فيه نكسه وعيد انك قلتي لنا ما اخترتيش انك تطلع حتى للدار لانك كتفكرها وكتفكر يعني كتفكر ديك الايام اللي دوزتي معها وكتفكر يعني ديك الاوقات وكتفكر واش نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله راه كاين الله كبير صح ضروري الانسان اللي دار شي جريمه ضروري كيحصر فيها بطبيعه الحال هذا الشيء اللي كنقول سي سعيد الحاله ديالو النفسيه حتى هو مأثر تيدير الحاله ديال الام ديالها هذه فرصه انني نسولك على الام ديالها يلاه جيت وصلت دابا ما عرفتش واش نقول نطلع ولا ما نطلعش كنتردد مع نفسي يعني لا شي كتفكر في شي يعني لا خصها تبان ليا هي باكه انت دابا جيتي في الظل دابا باش نفهموا انك جيتي وقفتي هنا على الرصيف وما قدرتيش تطلع للدار الله يعاونك لا اش غنقول لك تبارك الله عليك اخويا اش غنقول لك يعني انا متبع هادشي الاحداث تاعنا في هادشي ديال الهاتف النقال كنتبع الاحداث ديال هاد الصحف اللي كتنتشر وهادشي وبالنسبه للناس اللي كتدير تعازي الناس كلهم تعاطفوا معاكم والحمد لله مغاربه حنا ديما مغاربه كنبقاو مغاربه وديما المغربي عمرو خصو يدوز خوه اكيد هادشي اللي بغيت نوضح لك يعني بالك واحد التآزر ديال المغاربه واحد الدور تاع تعيا كتلقى خوك المغربي بطبيعه الحال دور تاع تعيا كتلقى خوك المغربي انا الناس كيقول لك الله يرحمها مازال والناس كيترحموا عليها يعني في التعاليق الحمد لله وكنشكرهم بزاف بزاف كنشكرهم بزاف على التعاليق ديالهم وبالنسبه لواحد القضيه بغيت نقولها نشير ليها هي اللي ضرتني بزاف اللي دعات على الله يغصبكم في ولادكم حاشا هذه راه ماشي كلمه اللي باش غتقولها حشومه حشومه باش تدعي على ولاد المغاربه الله يغصبهم راه كاين عندنا مغاربه هنا تقنيين عندنا مغاربه راه ماشي كل شيء مغاربه خايبين راه كاينين مزيانين اكثرهما راه كاينين الناس اللي عنده الدكتوره في علم النفس راه كنحترم هاد الناس كنحترمهم بزاف خصنا نكونوا بحالهم القدوه لهاد الناس خصنا نكونوا بحالهم شكرا شكرا الله يحفظك ليا الله يبارك فيك اخويا الله يحفظك الله يطول لينا عيد مبارك سعيد ان شاء الله الله يعوض محبه الصبر ونصبروا اش نقولوا نصبروا الصبر الانسان ما عنده ما غيدير راه هي تحت من الطراف ما عنده ما غيدير ما عنده ما غيدير الله يرحمه فضل يا ربي امين اخويا يا ربي امين متتبعين قناه منبر 24 كنا في هذا المباشر الحزين مع احد يعني اشخاص ديال العائله ديال لوبنا اللي كانت ضحيه ديال البير كنتمنى يعني الرحمه والمغفره واي واحد شاف هذا الفيديو يرحم عليها الى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله الى اللقاء